أما بالنسبة للأحداث اللي هتحصل النهاردة إن شاء الله، فالنهاردة هينطلق معسكر اتكلم عربي وعيشها مصري للأطفال المصريين بالخارج بشرم الشيخ، وكمان هيتم افتتاح معرض السفن في مصر القديمة بمكتبة اسكندرية، بالإضافة إلى أن في الدوري المصري للمقاولين العرب هيواجه فيوتشر النهاردة. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالمعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس هينطلق النهاردة تحت شعار اتكلم عربي وعيشها مصري بمدينة شرم الشيخ، وهيستمر لحد يوم السبت 6 أغسطس. النهاردة هتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال متحف الآثار بالتعاون مع المتحف البحري القومي بالإسكندرية معرض بعنوان السفن في مصر القديمة شراع وبحر. المعرض هيستمر لمدة شهر، وبيضم 13 نموذج للمراكب اللي شاع استخدامها في العصور المصرية القديمة. النهاردة كمان هتطير بعثة منتخبات السلة بنات وأولاد 18 سنة لمدغشقر للمشاركة في منافسات البطولة الإفريقية اللي هتقام في الفترة من 4 ل 14 أغسطس في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباراة قوية في إطار الجولة 28 من عمر المسابقة، هيلتقي المقاولين العرب مع فيوتشر الساعة 6:30 بالليل.